Bobby. هذا هو البطولة غنمشيو بين مرتي. السلام عليكم ومرحبا بكم في يوميات جولة الشواطئ. احنا الان في مدينة المضيق ودابا شويه غادي نشدوا الطريق في البحر باش نمشيو لمدينة مارتيل باش نقربكم اكثر من الاجواء ديال الجولة. ما تمشيو فين بشويه اخويا بشويه تم شويه. مرحبا باباك اخي، بغيت نسول على الطريق ديال مرتي من هنا. كاين شي فيراج هنا ولا لا؟ ياك اخي مرحبا باباك اذا شفتوا معنا الاجواء ديال الفيلاج ديال مارتيل. واليوم الناس ديال مارتيل كاملين على موعد مع سهره فنيه من احياء الفنانه رشيده طلال. انا جيت نضرب دويره هنا في البحر حيت قال لك البحر هنا مزيون. هذاك يقولوا له جولدن بيتش. غادي نعملوا واحد الدوره هنايا وفي الليل نمشيو نتفرجوا في السهره. ارحم بابك اخي ديالي بيبالي لك. الجمهور اللي كيحضر معنا من بداياتنا بدايات جولة، أحلى تحية لهم وللناس اللي كتنظم هذه السهرات اللي هي عندها وقع على الفنانين. وجمهورنا دائما كان حظولوا الحاجات اللي كيبغوها، ما كنقتصروش على الفن الحساني. الفن الحساني فن رائع وفن جميل وفن راقي، ولكن دائما كنحاول ننوعوا باش نرضوا الجمهور الكريم اللي هو دائما كيبغي التنوع. واحلى تحيه لهم.